السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم عم مختار، شنو احوالك؟ لاباس؟ عم مختار، عندي مشكل. الكهرباء هذه شريتها غير البارح، شيفرولي افيو موديل 2005. المشكل اللي فيها مرة معنا مش ديما تديرها. طب انا باش نخدمها ساعات تخدم بس معنا بالمفتاح وتخطف نغمال، ساعات يلزمها دزة باش تخطف. ما فهمناش المشكلة، اديتها هزيتها لواحد ميكانسيان، الميكانسيان قال لي هذه مشكلة ساعات تعملها سميتو الكاتاليزور ولا البومب ديال ليسونس، لكن ما فهمتش. وانا بيسكي في المغرب، انا تونسي في المغرب، واش نهزها للدار شيفغولي هما يشوفوها بالكدا ويشوفوا اش فما؟ خاطر في الدياغنوستيك ما خرجت لينا حتى شيء، والا ما عرفش نشوف شو ميكانسيان. كان تعرف ميكانسيان في المغرب باين نزلي، عرفش نجربه على الله، ان شاء الله تخطف. ديجا عملت دو فوا لهنا في اكسيلاتير وكمكوا باش نوصل ليسونس، هي موتير انجكسيون، نجربه على الله. بسم الله عرفش نجرب، يا ربي تخدم. دابا خدمات، سبحان الله. حصير هي والجو متاعها معنا ساعات تعمل هذيك المشكل الاخر. تراسي لي كما نشوف زوز من الناس يدزوني باش نخدمها. شوف لي حل، الله يبارك فيك، قول شنو المشكل باش نحيي جمله. ما عرفش عم مختار، مش الدخان هذا يبدا عادي خارج في الصباح؟ انا مش ديال شي حاجه مشكل. ما عرفش عم مختار، مش الدخان هذا يبدا عادي خارج في الصباح؟ انا مش ديال شي حاجه مشكل. السلام عليكم عم مختار. قلت لي صور المحرك، هالمحرك كيفاش؟ حبيت نقول لك راه اليوم عملت لها دياغنوستيك عند واحد، قال لي راهو الكابتور نتاع الفلبروكان والكابتور نتاع الاربراكام هما اللي دايرين المشكل هذا. تويك خطفتك تكون بارده تخطف، لكن تمشي بها مده وتوقفها وتحب تخطفها هي وجوها، مره تخطف مره لا. فوالا، الله يسهل عليك. سير. السلام عليكم عم مختار. شوف، سايب. شفت ما بغاش تخدم، واحد سميتو عملنا الدياغنوستيك قال لي لازمك تبدل لي البياسه هذه كابتور، وكاين كابتور تحت هذا نتاع ما عرفش الاربراكام ولا فيلبروكام، وقال لي واحد اخر تحت تاع الاربراكام ولا فيلبروكام، جوج كابتورات هذوك هو المشكل اللي طلع. وقال لي عندك واحد ديكالاج في الكورون لداخل سنه فالته. زيد عاود. صاف. دابا باش نحاولوا ندفعوها وانا تشوفها غادي تخدم. بسم الله. واحد فيها صغيرة حتى تخدم، اسمح لي. شوف عم مختار، دابا باش تخدم. يخرج مع الشيكنا؟ لا، الماء عادي، ذاك ايسونس خاطر. ايوه صح، عادي. ايوه صح، غير بغيت اوريها ليه وصافي. ايوه سير على الله. اللهم الله يرحم والدينا. دابا هاي خطفات عم مختار، شفت؟ غير بالدزال، كما ما غير دزال ما تخطفش سينو. وفي الصباح بارده تخدم ديريكت، ولا كان وقفتها مثلا في بلاصه وخليتها حتى البردت وبعد نرجع لها تخطف ديريكت. اما تكون سخونه معناها نوقف مثلا باش نشري حاجه من الحماص ولا اي حكايه، من بعدها ما عادش تخطف جمله. هذه المشكله اللي فيها. الله يجازيك بخير عم مختار، ما شوف لي حل، الله يبارك فيك. واش قول لي هذيك هي الكابتيرات صحيحه الحكايه ولا حكايه اخرى؟ لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.